هل الخضر نبي أو رجل صالح؟ الصحيح أن الخضر عليه السلام نبي، لما ذكر الله تعالى في سورة الكهف من قصته مع موسى عليهما السلام، فإن فيها أنه خرق سفينة كانت للمساكين يعملون في البحر، وقتل غلاما لم يرتكب جريمة، وقام جدارا ليتيمين بلا أجر في قرية أبى أهلها إطعامهما، وأنكر موسى كل ذلك عليه، فبين لها السبب أخيرا، ثم ختمت القصة بأن كل ذلك كان منه بوحي من الله، ذلك فيما أخبر الله عنه في القرآن الكريم. قال الله تعالى: وما فعلت عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، والله أعلم.